كما لاحظتوا اليوم تجمع الوطن الاحرار كيعقد الدوره العاديه ديال المجلس الوطني ديالو فواحد الاجواء اللي هي حماسيه فواحد الاجواء اللي هي اخويه وكذلك هي مناسبه فين صلوا الرحيم بين المناضلات والمناضلين بجميع الجهات والاقاليم اللي كيلتئموا في هذا البرلمان ديال الحزب واللي هي مناسبه فاننا نستعرضوا الحصيله المتميزه والايجابيه ديال الحكومه خاصه وحنا على مشارف اتمام نصف الولايه الحكوميه وهي مناسبه فاش نتمنوا الجديه ديال هذه الحكومه والشجاعه ديالها في اتخاذ مجموعه من القرارات كنتكلموا على مجموعة من الملفات الحاسمة والحارقة واللي كانت حبيسة الرفوف لسنوات عديدة. كنتكلموا اليوم على الورش الملكي الكبير ديال الحماية الاجتماعية اللي اليوم الحكومة كتقوم بالتنزيل ديالو على أحسن وجه. كنتكلموا على الثورة في إصلاح المنظومة ديال التعليم وديال الصحة وكذلك في المنظومة ديال التشغيل اللي هي حقيقة كتحظى بواحد الأهمية كبيرة خاصة وحنا شباب كندافعوا على شباب وأكثر حاجة اليوم في حاجة إليها الشباب المغربي هو الشغل. أما فيما يتعلق بالجانب التنظيمي اليوم التجمع الوطني للاحرار كيف ما شفتوا هذه الدوره العاديه ديالو كانت مناسبه اننا نزيدوا ناكدوا على الاعتزاز ديالنا والافتخار ديالنا بهذا التنظيم الحزبي اللي اليوم حاضر بقوه في الميدان. هذا التنظيم الحزبي اللي اليوم وجا وقطع مع الموسميه ومع الدكاكين الحزبيه والسياسيه منذ الديناميه اللي كنطلقها الاخ الرئيس عز اخنوش بالاضافه الى اعضاء المكتب السياسي وقياده الحزب منذ سنه 2016 ببوزنيقه. هذه هي فرصه اننا نتمنوا ونحيوا عاليا الهياكل ديال الحزب على التواصل ديالها الدائم وعلى الحضور ديالها الدائم ما بين الزعامات والقواعد. هذا الحضور كيتجلى في مجموعه من الانشطه اللي كتقام على مستوى الجهات والاقاليم سواء مع القيادات الحزبيه والوزراء ولا سواء مع الموسيقيين الاقليميين ومحليين والبرلمانيين اللي هما دائم التواصل مع المواطنين وكذلك مع المناضلين ديال الحزب. وهي تجربه حقيقه اللي حنا كشباب كنحيوها وكنعتزوا بها خاصه انه الحزب اللي عطى الشباب المكانه ديالو بعيدا على تلك الفتره اللي كانوا كيحصروا فيها الشباب فقط في ديك الفتره ديال 15 يوم قبل الحمله الانتخابيه فين كانوا كيفرقوا الشباب الوراق ديال الانتخابات الى اخره. هادشي ماشي هو اشراك الشباب في السياسه. اليوم التجمع الوطني الاحرار برهن انه الشباب عنده الفرصه ديالو عنده الكلمه ديالو. اليوم الشباب كيساهموا في اتخاذ القرار. اليوم الحزب كيتوفر على ازيد من 3000 منتخب ومنتخبه شاب وهادشي ما كيبعث الا بالافتخار. وكنجدوا كذلك التحيات للقياده ديال الحزب الزعامات ديال الحزب على الحضور ديالها الميداني الكثيف وهذه واخا من 2016 لدابا ولكن ان شاء الله ما هذه الا بدايه ديال تالق اكثر لانه الصداره تليق بالتجمع الوطني الاحرار. التحديات اللي اليوم حنا مقبلين عليها وكنتكلم اليوم على قانون الماليه المقبل عندنا الجانب المتعلق بالتعويض عن فقدان الشغل وكذلك شيء مهم جدا واللي صراحة احنا عارفين بانه غادي يكون عنده انعكاس كبير على القدرة الشرائية ديال المواطنين وخاصة الطبقة المتوسطة هو إعادة النظر في الضريبة على الدخل ديال الموظفين وهذا شيء كبير جدا. وعلاش لا نجبدوا كذلك الضريبة على الدخل على مجموعة من الأمور خاصة البحث العلمي لأنه أنا اليوم كنتلقى مع مجموعة من الأساتذة الباحثين إلى آخره وكنتصدم بالنسبة الكبيرة اللي مفروضة عليها الضريبة في البحث العلمي. اليوم حنا بلادنا خاصة تشجع البحث العلمي ماشي تفرض عليه الضريبة.